السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأشرح لكم في هذا الفيديو كيفية استخدام جدول توزيع F وكيفية حساب البيرسنتايلز الخاصة به. كما تشاهدون، الكيرف الخاص بتوزيع F ملتوي إلى اليمين، والراندوم فاريبل الذي توزيعه F دائما يأخذ قيما موجبة. فالآن الجدول الذي سنراه بعد قليل يحدد لنا البيرسنتايلز، أو بالعربي المئينات. فالمئين هو نقطة على الخط الأفقي، المساحة على يمينه هي 1 ناقص P. فإذا percentiles رموزها كالتالي: F P M و N. M و N هي درجات الحرية وبنفس الترتيب، أما بالنسبة ل P فهي المساحة التي توجد تحت المنحنى على يسار هذه النقطة، فبالتالي المساحة التي توجد على يمينها تساوي 1 ناقص P. بالنسبة للجدول، يعطينا الجدول درجات الحرية على الخط الأفقي M، أما بالنسبة للدرجات الحرية N فهي موجودة رأسيا كما نشاهد هنا 1 2 3 إلى آخره. وطبعا توزيع F توزيع كبير جدا بسبب أنه يعتمد على نوعين من درجات الحرية وهي M و N. فهنا M تأخذ القيم من 1 حتى 12، وفي الصفحات التالية يمكن لإم أن تأخذ قيما أكبر من 12. أما بالنسبة للبي هذه التي رأيناها في هذه الرسمة بي هنا، فهذه هي القيمة التي تأخذها 0.005 0.001 0.005 وهكذا. فمثلا لو أردنا حساب F 5 من 10 و10 و2، فإم تساوي 10 وننزل إلى 2 هنا، ونستمر في النزول حتى قيمة نص بالنسبة لبي، فبي نص هنا نص، وهنا إم تساوي 10، وهنا بي وإن تساوي 2، فالقيمة هي 1.34. أما لو كانت إم تساوي 10 وإن تساوي 2 وبي تساوي مثلا 0.9995، فنجد أن القيمة المطلوبة هي هذا العمود يمثل إم تساوي 10 وهنا إن تساوي 2، أما بالنسبة لبي فهي توجد في الأسفل هنا فهي 0.9995، والقيمة المقابلة هي 2000، لأن 1 هنا معناها نضيف صفرا على اليمين، فبالتالي هنا 2000. بنلاحظ هنا في أعداد مثل 0.0646، فهذا معناها نضع هنا بعد الفاصلة 6 أصفار قبل 46، وهنا مثلا نضع 3 أصفار قبل 19 وهكذا. نأخذ مثالا آخر، مثلا نريد حساب البرسنتايل المقابل ل M تساوي 20 و N تساوي 10، 20 و10 و P تساوي 0.9995، فننزل إلى الأسفل في الصفحات هذه، فهنا M تساوي 20 وبالنسبة ل N موجودة الآن على اليمين فهي رأسيا، فنريد 10، بالتالي هنا العمود الثالث هو الذي يمثل M تساوي 20، وننزل تحت حتى نجد العدد N يساوي 10، فهنا N تساوي 10، فنبحث مرة أخرى عن M تساوي 20، فنجد أن القيمة المطلوبة هي هذا العمود يمثل M تساوي 20، وهنا N تساوي 10، فننزل إلى النقطة المقابلة ل 0.9995، فنجد أن البرسنتايل المطلوب هو 9.16. أما لو كانت M تساوي 15 وN تساوي 10 وP تساوي 25 من 100، فالمطلوب هو هذا العدد. نعود إلى الرسمة مرة أخرى، فنجد أن هذه القيمة كلما زادت P تزاح إلى اليمين فبالتالي تزيد، كلما قلت قيمة P نجد أن تقل هذه المساحة فبالتالي تصغر قيمة F P M و N. أما إذا زادت P
وهي المساحة التي توجد على يسار النقطة، فإن قيمة F، P، M، و N تزيد. وإلى اللقاء.